خليني أقف مع نقطة تحديدا، نقطة خاصة بالإدارة الفنية أو بالجهاز الفني لكلا الفريقين. يعني في مصر نظن أنه تغيير الجهاز الفني للنادي الأهلي قبل مواجهة الرجاء جاء بأثر إيجابي إلى حد كبير، تحسنت عروض النادي الأهلي وكان عنده طبعا من فترة حسم بطولة الدوري. هل بتظن أنه تغيير الإدارة الفنية أو الجهاز الفني في نادي الوداد قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال يؤتي أيضا بأثار إيجابية، ولا ترى أنه ممكن يكون ليه تأثير سلبي خصوصا مع ضياع بطولة الدوري العام في المغرب؟ فكنظن بأنه الأندية النوادي بحال الوداد وبحال الأهلي، فكنظن بأنهم عندهم مسؤولين رياضيين أولا، انه كان عارف الرئيس ديال الاهلي فمحمود الخطيب كان من احسن اللاعبين، فما كنظنش ان محمود الخطيب الا غادي يغير مثلا المدرب غادي يكون خطا، لانه هاد الانديه لا الاهلي ولا الوداد كيعرفوا القيمه ديال النادي ديالهم. فانا بالنسبه للوداد خاصه كنت ديما مع تغيير المدرب، لانه المدرب اللي كان الاسباني اللي كان اقبل فكنظن انه غاريدو، فصراحة ما عمرني ما تكلمت على شي مدرب، ولكن التغييرات حتى كان منين كان مع فريق الرجاء البيضاوي تم الاستغناء عليه كنظن بسبب التغييرات، وكذلك في العين الاماراتي، وكذلك في النجم الرياضي النجم الساحلي التونسي، فهذا اللي خلى ان فريق الوداد من بعد التعادل امام الجيش الملكي تم الاستغناء ديالو، وكان المدير الرياضي انذاك جامودي هو اللي خذ الامور بجديه، وكنظن فهو الى من اللي ما حققش اللقب فهو كنظن بانه حتى المركز الثاني، لان الوداد كانت عندها غيابات كبيره وكانت العناصر اللي كانت عناصر شابه، ولكن بحال النادي الاهلي كنظن استغنى على المدرب وفاز بالدوري والان في نصف نهائي، فكنظن بالنسبه لهذه الانديه هادو فما كاينش مشكل ديال تغيير المدربين.